في رابع خطاب له أمام الكونغرس، سيواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مشهداً مختلفاً هذه المرة، فالاهتمام سيتركز على المقاعد الفارغة. رئيسة مجلس الشيوخ كامالا هاريس ستتغيب عن الخطاب ولن تجلس خلف نتنياهو. خليفتها المؤقتة السيناتور باتي موري رفضت الحضور أيضاً. غيابات أثارت غضب رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون. إنه لأمر شائن بالنسبة لي ولا يغتفر أن تقاطع كامالا هاريس هذه الجلسة المشتركة. هذه لحظة تاريخية، إنها لحظة مهمة للبلاد، ومع ذلك ستتخلى كامالا هاريس عن مقعدها. زيارة نتنياهو للكونغرس تتزامن مع ظروف سياسية داخلية غير مسبوقة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يسابق الديمقراطيون الزمن لإنهاء مظاهر الانقسام في حزبهم والتوحد خلف مرشح واحد. نتنياهو شكل في الأشهر الماضية مصدر انقسام في الحزب، لا سيما سياسته حيال الحرب في غزة وانتقاد بايدن وإدارته في مسألة المساعدات. لذلك عدد من أعضاء مجلس الشيوخ أعلنوا غيابهم عن الخطاب، وآخرون يستعدون لمقاطعته. إننا جميعاً نحن الذين نهتم بشراكتنا، سواء في أمريكا أم في إسرائيل، لابد أن ندرك الضرر الهائل الذي يلحقه رئيس الوزراء نتنياهو وائتلافه الحكومي المتطرف الحالي بعلاقتنا وبمكانة إسرائيل في العالم. لذا يا سيد الرئيس، فإن إحضاره إلى هنا لإلقاء كلمة أمام جلسة مشتركة للكونغرس يبعث برسالة رهيبة. صحيفة جيروزاليم بوست كشفت أن 17 مسؤولاً إسرائيلياً أرسلوا رسالة إلى رئيس مجلس النواب مايك جونسون، يطلبون فيها عدم دعم نتنياهو ويتهمونه بتدمير القيم المشتركة والعلاقة بين البلدين. يواجه نتنياهو أيضاً انتقادات من عائلات المحتجزين ومن جماعات يهودية وأخرى مناوئة للحرب في غزة، تستعد للتظاهر بالتزامن مع محطات نتنياهو في الولايات المتحدة ولقاءاته التي ستشمل في وقت لاحق بايدن وترامب ومسؤولين آخرين.